المحل هذا هو يخدم عليك بلا ما تتعب، بيسك جاي في منطقة عمرانية يسمى. إذا رك حاب تبدأ مشروعك هذا هو الخيار الأفضل ليك. السلام عليكم متابعينا متابعي الوكيل إيموبيلي. عروض العقارات معانا ما زالت مستمرة بشكل يومي وبكامل الأسعار، ما عليكم غير تتابعونا عبر جميع صفحاتنا الوكيل إيموبيلي باه يلحقكم جديد تاع عروضنا وتلقاو العقار اللي والدكم. من حي كوريفا اليوم جبنا لكم محل تجاري للبيع بالتحديد في ولاية الجزائر، دائرة الجزائر، بلدية الجزائر، يعني منطقة تجارية بامتياز، منطقة سكنية راه كاين هنا تقريبا 100 عمارة، يسمى تقدر تقول الغاشي هنا ما يخلصش، وكل ما يكثر السكان راح تكون فرص نجاح مشروعك أكثر. ايضا المنطقه اللي رانا فيها تتوفر على كامل المرافق، الشيء اللي راح يمد حركه اكثر في هذه المنطقه. وكمعلومه اخرى في هذه المنطقه يعني في حي كوريفا راح كاين احتمال فتح الطريق الرابط بين الكاليتوس والحراج، الشيء اللي راح ينعش المنطقه اكثر ويزيد من الحركه التجاريه فيها. بعد ما عرفنا الخصائص تاع هذا المحل من ناحية الموقع تاعو اللي راه موقع استراتيجي وراح يساعدك بزاف في نجاح المشروع تاعك، نروح نشوف المحل تاعنا من الداخل. وقبل ما ندخلوا للمحل صورنا لكم وش كاين قدام المحل باه تدوا نظرة عن قرب على الموقع تاعو. كما راكم تشوفوا راح كاين مجموعة من المحلات التجارية، الشي اللي يبين باللي رانا في منطقة تجارية وأيضا راح تحت عمارة، يعني رانا في منطقة سكنية. هاوليكم العقار تاعنا، محل واسع فيه أرضية وسقف وجدران راهم كامل مفينين وفي حالة جيدة، فيه زوج ريدوات وأيضا يتوفر على الكهرباء الماء والغاز، يعني راح عندك بزاف خيارات تقدر تديرهم هنا. متابعينا اذا كنتم مهتمين بهذا المحل اللي راه للبيع بعقد ايجار وفي منطقة نشطة تجاريا وبسعر 1,200,000,000 قابل للتفاوض، تواصلوا مع صاحب العقار اللي راح تلقاو رقمه اسفل الفيديو وفي التعليقات.